السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الأعزاء، طلاب الصف السابع. اليوم رح نحكي عن الكسور العشرية. الكسور العشرية يعني من اسمها كسر عشري، يعني في فاصلة عشرية. بدي بقدر أكتب على صورة في فاصلة عشرية، تمام. هلا الكسر العادي إحنا بنعرف كيف شكله، مثلا 3 على 7، مثلا 4 على 6 إلى آخره، ها اسمه كسر عادي. الكسر العشري اللي مثلا 4 على 10، 5 على 100، 23 على مثلا 1000، ها اسمه كسر عشري، تمام. أما هاي الكسور اسمها كسور عادية. هلا مثلا لما يكون عندي كسر عادي ويطلب مني اكتبه على صورة كسر عشري، مثلا عندي الكسر 2 على 5، بحكي لي اكتبيه على صيغة كسر عشري. بدي احاول اعمل المقام يصير 10 او 100 او 1000. هلا الخمسة كيف ممكن اخليها 10 او 100 او 1000؟ اسهل اشي اخليها 10، راح اضرب ب2 عشان تصير 10، زي ما بضرب تحت بضرب، يعني زي ما بضرب المقام بضرب البسط. فايش رح يصير؟ المقام عندي 2 ضرب 5 رح يصير 10. هلا البسط 2 ب2 4، اذا كان المقام 10 او 100 او 1000 او 10000، هاي ايش بيكون؟ بيكون كسر عشري. انا طلب مني 2 على 5 احوله لكسر عشري، فكيف بدي اعمل مقام 10 او 100 او 1000؟ ضربت ب2، زي ما بضرب المقام بضرب البسط عشان يطلع كسر مكافئ لإله، فصارت عندي 4 من 10. الاربعة من عشرة كيف بتنكتب؟ بتنكتب بهاي الصورة، 4 من 10 الفاصلة بعد منزلة، لانه في بالمقام 0 و1. هلا